اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم بسكوت وصابليه على شكل قلب. هعمله بشكل بسيط خالص. هبتدي اعمل البسكوته. ده بسكوت نشادر، هستخدم خيط قطن ايجيبت وابره رقم 2 وابره التنظيف. هعمل 24 سلسلة عقدة البداية، وهعمل 1 2 3 3 4 5 6. هخلص 24 وارجع. في تاني غرزة هعمل، في تاني غرزة اهي هعمل حشو، وفي كله هعمل حشو في الحلقة العلوية. هخلص باقي الحشو وارجع. كده خلصت السطر، هعمل سلسلة والف الشغل، وهعمل حشو اهي في اول غرزة، وهعمل حشو في كل الغرز الحشو، وحشو طبعا في الحلقتين زي ما انتوا شايفين في الحلقتين اهو. هخلص السطر وارجع. اخر غرزة اهي، اخر غرزة لازم نخلي بالنا منها. وهعمل سلسلة والف الشغل، وهعمل معاكم اخر سطر حشو بين الحلقتين. هخلص تالت سطر وهرجع. كده خلصت السطر، هعمل سلسلة والف الشغل، وفي اول غرزة اهي وفي الحلقة الخلفية هعمل حشو خلفي. هخلص السطر وارجع. واخر سلسلة هعملها معاكم بتبقى مدارية اهي، خدها كده واعمل سلسلة والف الشغل. وهعمل كده كل شغلنا هيبقى في الحلقة الخلفية. هعمل كام سطر؟ هعمل 8 زائد اللي عملته ده هيبقوا 9. هعمل 8 أسطر حشو خلفي في الحلقة الخلفية، هخلصهم وارجع. وبكده خلصت 9 أسطر على 23 غرزة. ونحاول كل ما نشتغل بنعد سواء الأسطر أو الغرز عشان الشغل يطلع مظبوط. هعمل سلسلة وألف الشغل، وهرجع تاني اعمل في الحلقتين. هعمل في الحلقتين اسطر حشو عادية خالص اهي في الحلقتين، هعمل السطر ده وثلاث اسطر كمان، يعني 4 اسطر بين الحلقتين، هخلصهم وارجع. كده خلصت 4 اسطر، ولازم نتأكد ان هما كده من الناحية دي اهو. يبقى انا عملت 3 اسطر في الاول حشو بين الحلقتين، وهنا 4 بقوا 7، وهنا 9 خطوط، يعني احنا عايزين الوش يبقى فيه خطوط ومن الظهر سادة. هعمل سلسلة وهقص الخيط، وهقص فتة طويلة عشان اخيط بيها، واسحب الخيط بالشكل ده، واقلب الشغل كده بحيث ان الاسطر اللي هي اهي السادة هتبقى من ورا كده، والاسطر المخططة هتبقى كده اهي. اتأكدت كده ان الناحيتين قصاد بعض الظهر. هبتدي اعمل الغرز اللي باينة دي اللي بارزة دي لقدام، هعمل لفق كده
والغرزة اللي قصادها على طول هعمل لفق كده اهي، الغرز اللي باينة وبارزة قدام عينينا اهي. كده هخلص اللفق كله في الغرز اللي بارزة، هخلصها وارجع. بالشكل ده خلصت اللفق. هبتدي الفتلة اللي انا عملت بيها اسحبها كده في الجنب اهو، واسحب الحلقات دي الفوقها برضو اهي، اخد الحلقات الخلفية اهي بالشكل ده، وهداري وهداري الخيط اهي. خلي بالنا بس عشان ما تجيش ناحية الوش اهو، وهقصه. ولو عندكم شوية فايبر اختياري عادي خالص، يعني لو مش عندكم ما تحطوش، بس انا عايزة انفخها عشان بسكويت النشادر بيبقى منفوخ شوية. تجي اجيب فتلة تاني وبرضو ادخلها كده واتبت زي ما عملت في الناحية التانية. بالشكل ده اهي، وبين الغرز كده من تحت كده اخرج وهقص. وبكده خلص البسكويت اهو، كده منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. لو عايزين تعملوها اكبر ممكن تعملوا 27 او لغاية 30 عادي، هيبقى شكلها احلى. لو انتوا عملتوا مقاسات عرضوه اكتر من كده برضو عادي، يعني سواء في الطول او في العرض عادي. هبتدي اعمل الصابليه. هحتاج لونين، لون اي لون عندكم. انا هعمل باللون الطوبي دوت واللون البني للشوكولاته. هستخدم خيط اليزا كوتون جولد وابره رقم 3. هبتدي اعمل عقدة بداية كده، وهعمل 1 2 3 4 5، هعمل 19 وارجع. هبتدي اقفل السلسلة على استقامة كده وفي اول غرزة هعمل منزلقة. بعد ما عملت منزلقة بالشكل ده هعمل في نفس الغرزة بتاعة المنزلقة هعمل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هعمل فيها نص عمود. اللي بعدها هعمل عمود بلفة. اللي بعدها هعمل عمود بلفة.
اللي بعدها هعمل عمود بلفه ونص عمود في نفس الغرزه. اللي بعدها هعمل 2 نص عمود في نفس الغرزه. اللي بعدها هعمل 2 عمود، 2 نص عمود في نفس الغرزة. اللي بعدها هعمل في نفس الغرزة نص عمود، وفي نفس الغرزة عمود. الغرزة اللي بعدها هعمل عمود ملفة، وياريت تكتبوا عشان ما تنسوش. اللي بعدها هاخد لفة كده وادخلها في الغرزة اهي. بص عامل ازاي، هاخد لفة والغرزة اللي جاية على طول مش هسحبها، هسيب غرزة وادخل الابرة برضو في الحلقة العلوية، وبعدين اهي هعمل ايه، هسحب 2 واسحب 2 واسحب 2 بالشكل ده. وبعد كده هعمل نفس اللي عملته هنا، هكرره الناحية دي. هعمل ايه اهو، هعمل عمود بلفة، واللي بعدها هعمل عمود بلفة، وفي نفس الغرزة نص عمود. وبعد كده هعمل تزايد نص عمود، في نفس الغرزة نص عمود. والغرزة اللي بعدها تزايد نص عمود. وبعد كده هعمل نص عمود وعمود في نفس الغرزة. وبعد كده هعمل عمود فرجي، واللي بعدها برضو عمود فرجي بالشكل ده اهو. بدأ القلب يبان. واخر غرزة هعمل فيها نص عمود، وفي نفس الغرزة اهي هعمل حشو واسحبه، اسحبه من هنا اهي. وبعدين هقلب الشغل واسحبه كده في الحلقة دي والحلقة الصغيرة اللي اهو، هسحبها في الحلقة دي والحلقة اللي تحتها الصغيرة دي اهي. ورضمت الإبرة، ورضمت الإبرة وهدخل كده، هدخل كده الإبرة اهي لبرا. وبعد كده اهو في الغرزة دي هاخد كده الحلقة دي والحلقة اللي تحتها كده، وهداري الخيط بين الغرز بالشكل ده.
وهداري برضو الخيط ده وهقص. بالشكل ده اعمل الظهر بتاعها. هعمل ايه؟ دايرة سحرية بالشكل ده، واعمل سلسلة وسلسلة تاني، وداخل الدايرة دي هعمل 14 عمود بلفة. 1 2 3 4. هخلص بقية ال14 وارجع. كده خلصت 14 عمود بلفة. هقفل الدايرة واسيب الاتنين، وفي اول عمود اهو في اول عمود هعمل منزلقة، وهعمل 2 سلسلة، وهعمل في كل غرزة تزايد 2 عمود بلف. 1 2 1 2 1. هخلص السطر وارجع. كده خلصت السطر على 28 غرزة عمود بلف. هقص الخيط واسحبه، وزي ما عملت بالظبط هعمل اهي في الحلقتين دول، وهعمل كده اهو اهي في الحلقة دي والحلقة اللي تحتها الصغيرة اهي، وقفلت كده وهداري الخيط، هداري ده كده. نضفت الخيط وقصيته اهي، لو قسناها هنلاقيها قدها بالظبط. هبتدي اعمل الشوكولاتة باللون البني، نفس المقاس بالظبط ونفس العدد. هعمل واحدة زي دي بالظبط باللون البني وهرجع. وكده خلصت الجزء البني. الظهر اللي فيه الخيوط، والظهر هنا اللي فيه الخيوط هحطهم كده اهو، يبقى الوش من هنا ووش من هنا، وطبعا الوش ده من هنا. هثبتها بمسدس الشمع. لو انتوا مش عندكم المسدس، انتوا ممكن تعملوا غرزة كده وغرزة كده بالسراجة في كل الغرز تلفوا عليها. هخلص اللزق بمسدس الشمع وارجع. وكده خلصت، لزقتهم بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده. عملت واحدة تانية بالعكس اهي، خليت الشوكولاتة اللي من بره. وبكده خلصت الفيديو. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.